النور البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد في ماشين زينب ميك اب ارتست. مهم كنتمنى يا ربي تعجبكم هاد لا فيديو. هاد الفيديو ماشي عاديه، هاد الفيديو فيها الماتش ديال المنتخب المغربي ديالنا ضد اسبانيا. مهم كملوا معايا لا فيديو. اليوم الماتش، مهم نهار المغرب نشوف واش تربح ولا لا. مريم كنضحك من عنوان اصلا تقطع الضو، يعني النهار بزاف تفضل اقول لك حاجه. مانيش متفائل، انا مش متفائل وكيما عرفتي. قال لك اسميت المدرب راجي وليد راجي. قال لك راجي كل شيء ممكن في الكوره، دير النيه، ديروا النية ولا الكرة تضرب في البوطو تخرج، وديروا النية. المهم نشوفوا واش غن ديوها ولا ما غن ديوهاش. وعلى نياتكم توزقوا. المهم هنايا فريمون تكونسونطري مزيان في الخدمة باش نحيد عليا الماكسيموم ديال الخدمة باش ما تجي توصل للربعة حتى نكون ساليت داكشي اللي خصني نكملو فهاد النهار. بقيت صراحة خدامة أنا ومريم كنتحتو، ولكن ما هزيتش راسي من على البيسي، خدامة باش نحيد عليا الماكسيموم باش ملي تجي الربعة نلقى راسي مسالية ونتفرج على خاطري. وصراحة ما عرفتش هنايا، كان صراحة واحد الحماس وواحد في نفس الوقت الخلعة، وكندعي ويا ربي تسهل عليهم يا ربي تفرحنا. مهم كيف قلت لكم اون فوا غادي نبقاو خدامين صراحه، ما غاديش ناخذ حتى البوز ديج ديالنا باش نتكونسونطراو على الخدمه. مهم ملي غادي نساليو الخدمه ونقرب حتى الماتش عاد غادي نكومونديو شي لعيبه ناكلوها. مهم هانتوما معايا، خليكم معايا. راه ملي غادي يبدا الماتش صراحه غادي واحد الفيديو كتقتل الضحك. المهم خليكم معايا. المهم الماتش غادي نبداوه في الخدمه، كيف قلت لكم راه يلاه كنتغداو وغنكملوه في الدار. عبد الحميد صابري، عبد الحميد صابري اول من سيسدد هذا ضرب الجزاء في الوقت اللي كان عناق بين سيمون وياسين بولو. لا لا صابري وطيعها، لا لا صابري خويا وطيعها، صابري ضيعها. اذا ضربه جزاء لفائده المنتخب الوطني المغربي، نتمنى انها تكون ناجحه. حكم في حديث مع ياسين بولو مع الحارس يوناي سيمون. اذا نبغي نتوقف في المكان المخصص والخط ديال الاربعه. هذا هو عبد الحميد صابري، مسؤولية خويا الصابري. ضربة جزاء عفوا عبد الحميد صابري، تم اختيار الوليد الكراكي انه يكون اول المسددين لضربة الجزاء لانه كيسدد بقوة لاعب فريق باري الايطالي. اذا عبد الحميد صابري خدا المكانة ديالو في الوقت اللي كينتظر سيمون، اللي كيحاول يلعب شيء ما على الاعصاب ديال عبد الحميد صابري. في الوقت الحكم كيتاكد بان الكرة فوق نقطة الجزاء. عبد الحميد صابري، دعوتنا لعبد الحميد صابري في اولى ضربات الجزاء. صابري، عبد الحميد صابري، والهدف الاول. اولى الهدف في المباراه، عبد الحميد صابري برافو. حميد صابري ضربه جزاء ناجحه. لاحظوا خذا المكان الجهه اليسرى لمرمى الحارس سيمون، كل هدوء. برافو صابري. اسم قادم بقوه في صفوف المنتخب الوطني المغربي. الان غادي نحولوا الضغط. الضغط الان على لاعب فريق باريس سان جيرمان. سرابيا بابلو، ياسين بولو بامكانك تعلق. ياسين بولو في الوقت اللي سيدريك يخدم المكان ديالو وجلس في المقاعد البدلاء. ياسين بولو امام سرابيا. ياسين بولو
بريزك وسخ قوي.
شداد المشط والله يا بنيتي قاديو خليكم ويا جي 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 جا Boop boop boop.